أهلا بكم سادتي المشاهدين في قراءات سياسية. عنوان الحلقة: التحول الدراماتيكي في السياسة الأمريكية. بريطانيا تواجه أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة بشأن خطط دونالد ترامب لإقامة تحالف مع فلاديمير بوتين ودعم نظام الرئيس بشار الأسد، كاشفة أن لندن ستعمد في الأشهر الثلاثة المقبلة على أن تسبق دخول ترامب إلى البيت الأبيض وإقناع الأخير بضرورة إزاحة بشار الأسد. البريطانيون يؤكدون أن المحادثات مع ترامب حديثاً ستكون صعبة جداً، والتحول الدراماتيكي في السياسة الأمريكية أثار قلقاً كبيراً للخارجية البريطانية، حيث يتوقع أن يسافر وزير الخارجية بوريس جونسون إلى الولايات المتحدة خلال أسابيع للقاء شخصيات بارزة في إدارة ترامب، والتأثير على ساكن البيت الأبيض الجديد أن يغير قناعاته. سادتي المشاهدين، ولمناقشة هذا الملف وملفات أخرى ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية بالصوت والصورة الباحث والأكاديمي العراقي الدكتور رعد الكعبي. أهلا بك سيدي معنا. أهلا بحضرتك دكتور. هناك قلق أوروبي من تصريحات سيد البيت الأبيض الجديد، كيف تعزي أسباب هذا القلق؟ بالبدء تحية لحضرتك والقناة الطليعة وجمهورها. شكرا لك. في واقع الحال هنالك قضايا مشتركة كثيرة ما بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وهنالك نقاط للالتقاء في السياسة الخارجية حول عدد كبير من الملفات. نعم. وعلى ما يبدو لي أن مجيء ترامب إلى إدارة البيت الأبيض والضجة الكبيرة التي سبقته تدفع أوروبا إلى التفكير أكثر من مرة حول ما سيكون عليه شكل التحالف ما بين الولايات المتحدة وما بين دول أوروبا على رأسها بريطانيا. بريطانيا قلقة باتجاهين: الاتجاه الأول إعجاب الرئيس ترامب في روسيا، مما سيدفعه إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بعيدا عن التحالفات التاريخية ما بين أوروبا وما بين بريطانيا بالذات والولايات المتحدة. والشيء الثاني هو قضية بقاء الرئيس الأسد التي ألمح إليها أكثر من مرة سواء ترامب أو فريق المستشاري له. هذه النقاط هذه التقاطعات قد تدفع أوروبا أو بالذات بريطانيا إلى مفاتحة الإدارة الأمريكية الجديدة لاستمزاج آرائها فيما سيكون عليه شكل التحالفات معها وشكل السياسة الخارجية الأمريكية لاحقا. يعني دكتور، أيضا بريطانيا تواجه أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة بشأن خطط دونالد ترامب لإقامة تحالف مع السيد بوتين ودعم النظام السوري. يعني ألا تعتقد أنه بريطانيا هذا واحد من الأشياء التي ربما هناك خلاف عليها؟ يعني أكو ثلاثة أو أربعة ملفات رئيسية سيدور الجدل بشأنها ما بين بريطانيا وما بين الإدارة الأمريكية الجديدة، وهنالك ملفات ثانوية. الملفات الرئيسية تتمثل في الأمن والدفاع والتجارة، والملفات الثانية تتعلق بقضية الهجرة وقضية الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو اللجوء. المشكلة الكبيرة التي تواجه بريطانيا أن بريطانيا قبل مجيء ترامب، طبعا بالمناسبة ترامب أمه من جذور اسكتلندية، ووالده من جذور ألمانية، فهذه صلة القربة التي تربطها بأوروبا ستكون يعني باعتقادي هي عامل لكي يفتح آفاق للتعاون مع أوروبا. ولكن أوروبا متخوفة اليوم من تصريحاته في برنامجه الانتخابي، هو من الذين رحبوا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهذا الترحيب شكل قلق بالنسبة لأوروبا، لأن يعني بتقديراتهم كانت لديهم تقديرات أنه أما ترامب أو كلينتون. كلينتون كانت الأقرب إلهم لعدة أسباب، على مقدمة هذه الأسباب أنها كسياسية كانت أكثر تعامل ومعرفة بطريقة التفكير الأوروبيين وكيف يمكن أن تدار التحالفات الجديدة في ظل وجودها فيما لو أصبحت رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية. لكن ترامب بطبيعة الرجل هو لا يملك خلفية سياسية، لا يملك معلومات واسعة للتعامل مع أوروبا أو غيرها من الملفات المهمة اللي موجودة في التي ستواجهه في إدارته للولايات المتحدة الأمريكية. أوروبا أساسا يعني منقسمة على نفسها في عدة ملفات، جزء من هذه الملفات قضية الأمن وما يحيط بها، وقضية الدفاع المشترك وحلف الناتو، والقضية الأخرى قضية التجارة. انسحاب بريطانيا من التعاملات التجارية ومن الاتحاد الأوروبي يدفع الإدارة الأمريكية إلى أنه ستتعامل مع
مع جهتين وليست مع جهة واحدة، مع بريطانيا ومع الباقي الدول الاتحاد الأوروبي. لكن بريطانيا وباقي دول الاتحاد الأوروبي هنالك يعني كثير من القضايا المشتركة التي تربطهم، القلق من الإرهابيين، مصير التعاون التجاري ما بيناتهم، وحلف الناتو الذي يشكل عامل مهم يجب ما يستطيع الرئيس الأمريكي الجديد أن يتخطاه في تعاملاته مع أوروبا. وبالتالي أنا أتصور أنه الفريق القريب من الرئيس من المنتخب اللي هو لحد الآن لم يصبح رئيس للولايات المتحدة. نعم يعني في يناير، ولكن خلال في غضون يعني في غضون أسابيع قد يكون رئيس للولايات المتحدة الأمريكية. نعم. ولكنه الآن يتصرف على أنه رئيس للولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وعلى ما يبدو لي إنه محاولة البريطانيين أو باقي الدول الأوروبية للتفاوض معه يعني بطريقة أو بأخرى لتذويب بعض النقاط التي قد تصبح يعني على المحك عندما يستلم إدارة البيت الأبيض. الآن هو يواجه مشكلة أنه يتعامل مع طرفين في أوروبا، بريطانيا التي تحاول أن تكون مستقلة وباقي الاتحاد الأوروبي. طبعا بريطانيا هو الأقرب إلى من باقي الاتحاد الأوروبي. المشكلة الكبيرة أن هنالك نقاط مشتركة ما بين بريطانيا وما بين الولايات المتحدة أكثر من باقي من النقاط المشتركة التي يعني تكون ما بين يعني باقي الاتحاد الأوروبي. هكذا أمور. مو بس تاريخ مشترك. هنالك قضية تتعلق إنه بريطانيا تعتبر شريك مهم بالنسبة للولايات المتحدة واستراتيجي ولا يمكن التخلي عنه سواء في طريقة، وتعتبر واجهة أوروبا في التعامل مع الإدارة الأمريكية. صحيح. وبالتالي لا يمكن التخلي عنه. ولكن الرجل تواجهه مشكلة فيما لو وضع كل تصريحاته على أنها برامج يعني تصبح إلى برامج فعلية تنفذ في السياسة الخارجية. سيبتعد كثيرا عن أوروبا وسيبتعد كثيرا عن بريطانيا. وبالتالي تذويب مثل هذه النقاط يحتاج إلى أنه تفتح محاور للحوار للالتقاء والتفاوض ما بين من يمثل ترامب حاليا الفريق المستشاري المحيط به القليل العدد. والذي طبعا يعني لا يوجد كثيرين منهم من يلتمون إلى أوروبا في فريقه الاستشاري، وهي مفارقة كبيرة جدا. ومع بريطانيا ومع باقي دول الاتحاد على غرار يعني على تصريحات ترامب وعلى كلامك اللي ذكرته قبل شوية، اليوم الخارجية البريطانية تعتمد خطة على مدى 3 أشهر للتقارب مع ترامب قبل دخول البيت الأبيض لإقناعه يعني بالتخلي عن الأسد. أو يجب فيما يخص ملف سوريا هذا فيما يعني احنا علينا ان نلاحظ الاتي، هنالك مؤشران مهمان اتبعتهم الإدارة الأمريكية السابقة. المؤشر الأول التعامل مع الأزمة السورية، يعني لا عفوا على المقاطعة ولا تنسى، يعني احدى مشاكل الخارجية البريطانية هو النووي الإيراني وكذلك رحيل الأسد. نعم، هي يعني الملف المهم اللي كانت تتعامل مع الإدارة الأمريكية السابقة والذي رفضه ترامب جملة وتفصيلا، الابتعاد عن إعطاء دور لروسيا سواء في أوروبا أو في سوريا. والإدارة الأمريكية السابقة كانت تقوم على قاعدة تخويف أوروبا من الدب الروسي. وبالتالي هذا التخويف يدفعها إلى يعني زيادة تمركزها العسكري في حلف الناتو في أوروبا. طبعا وإحنا شهدنا عبر فترة سابقة أنه البنتاغون طلب زيادة تخصيصات لإعادة انتشار القوات وعادة انتشار القوات المسلحة الأمريكية في أوروبا. وفي وقتها عندما احتجت أوروبا على مثل هذا إعادة الانتشار الذي يعني أنها ستكون يعني جلب قوات جديدة، توسعة مكان القوات، جلب أسلحة جديدة، كان المبرر أنه روسيا تعمل بمعزل في وتتدخل في عدد من المناطق التي تسمى مناطق نفوذ الولايات المتحدة. هذا شيء. في قضية الأسد أيضا كان هنالك التوافق ما بين الطروحات اللي موجودة في بعض الدول الإقليمية تركيا وقطر وكذا مع الطروحات الأمريكية. وإن كانت أمريكا في نهاية المطاف قبل خروج الرئيس أوباما على يعني بالأشهر الأخيرة أمريكا كانت قد تخلت على الكثير من ما طرحته في قضية الأسد. وبالتالي أنا أتصور أنه إدارة ترامب عندما تأتي هاي الملفين، ملفة التعامل مع روسيا بطريقة جديدة والتوافق معها إلى حد كبير في طروحاتها فيما يخص المسألة السورية، يشكل قلق عند الاتحاد الأوروبي. صحيح. يعني معناها كل الجهود التي بذلت سابقا الآن أصبحت في مهب الريح. هذه أولا، معناها البدء بمرحلة جديدة. طبعا يمكن أن نلاحظ أن ترامب يتوافق كثيرا مع طروحات الرئيس التركي، العفو الرئيس الروسي، يعني في تصريحاته قبل أن يتولى زعامة البيت الأبيض. يتوافق إلى حد كبير مع طروحاته فيما يخص القضية السورية، فيما يخص القضاء على المجاميع المسلحة، فيما يخص التحرك الدولي، فيما يخص حجم ومستوى ومدى
قدرة التحرك الدولي الحالي الآن للقضاء لتصفية القضية السورية. وعلى رأس هذه الأشياء هنالك يعني توافق ما بين بوتين وترامب في أن ضرورة أن يبقى الأسد حتى يدير المرحلة الانتقالية. هذا اللي تسبب قلق كبير جدا. وهذا هو السبب الرئيسي للقلق. نقطة خلاف مهمة جدا هذه. يعني تعتقد دكتور زيارة وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون للولايات المتحدة خلال الفترة القادمة ولقاء شخصيات بارزة في إدارة ترامب والتأثير على هذه القرارات الترامبية الصاروخية يعني هل تعتقد أنه وزير الخارجية البريطاني لديه القدرة؟ إذا ما علمنا أنه السفير البريطاني في أمريكا له تصريحات قوية. يعني أتصور أنه مثل هذه الزيارات ستذوب الكثير من نقاط الخلاف. نعم. ولكن المشكلة الكبيرة الآن تتمثل باتجاهين. الاتجاه الأول أنه ترامب لم يحدد كل فريقه الذي سيعتمده. نعم. وبعض الأسماء اللي طرحت محل يعني انتقادات ومحل شكوك. بالتأكيد. وهي مجرد يعني أسماء هنالك مرحلة لاحقة أن يتم الموافقة عليها من قبل الكونغرس. وهناك شخصيات غير مرغوبة فيها. شخصيات غير مرغوبة فيها. نعم. ولكن على رأس فريقه يعني هاي المفارقة الكبيرة. ضمن فريقه الذي سيأتي به كانت واحدة من الشخصيات السياسية. نعم. التي تدعو إلى بقاء الأسد يعني كانت تميل. نعم. إلى أن الأسد يجب أن يكون جزء من المرحلة باعتباره يحارب الإرهاب. نعم. وبالتالي أنا أتصور أن ترامب يحاول أن يرسل رسالة. نعم. على أنه اختيار هذه الشخصية السياسية هو تأكيد لبرنامج الانتخابي أولا. نعم. وهو يشكل بداية لطريقته لحل القضية. يعني دكتور أسمح المقاطعة هناك رسائل بعثها السيد ترامب إلى مصر لكون السيسي يقاتل الإخوان. هناك رسالة أيضا إلى سوريا يؤكد على أن بشار الأسد يحارب داعش. هذه رسائل وصلت. نعم نعم. حتى فيما يخص. نعم. العراق هو قال أنه أنا يعني أدعم العراق في حرب ضد الإرهاب. نعم. الرجل يعني على ما يبدو لي سيتصرف بهذه الطريقة أنه سيضع حدا فاصلا ما بين التعامل السياسي مع. نعم. المعتدلين وما. نعم. بين من يرعى الجماعات المسلحة الإرهابية ومن معها. نعم. وهذا مهم عامل مهم كان هذا غير موجود في الإدارة السياسية السابقة لإدارة الرئيس أوباما. نعم. وكانت إحدى نقاط الضعف المشخصة على هذه الإدارة أنها لا تستطيع أن تتعامل. نعم. بحزم مع الإرهابيين. نعم. المشكلة الآن فيما لو وضع السيد ترامب هذه التصورات التي قال عنها والتي بدأ. نعم. بعملية تحويلها إلى برنامج. نعم. عمل فيما لو وضعها على المحك سيحرج الاتحاد الأوروبي أولا. صحيح. يعني الاتحاد الأوروبي كانت لديه مواقف. نعم. تتشابه كثيرا أو متأثرة كثيرا بإدارة أوباما. نعم. ولا يمكن أن يتخلى عنها الاتحاد الأوروبي بين ليلة وضحاها. نعم. لأن بعضها يعني بذلت جهود كبيرة لها وبعضها استوجبت صرف يعني مبالغ كبيرة جدا. نعم. وبعضها نقل قوات وتهيئة قوات وتهيئة. نعم. مستلزمات فنية وبعضها كانت قرارات في مجلس الأمن. نعم. فمن الصعب جدا أن يتراجع الاتحاد الأوروبي. هذا شيء. الشيء الآخر دول الإقليم المحيطة بسوريا الآن. نعم. مصدومة أو متفاجئة. نعم. بالطريقة التي يتحدث بها ترامب عن القضية السورية. نعم. وهي في الوقت الذي خصوصا المملكة العربية. نعم. السعودية وتركيا. نعم. في الوقت الذي كانت تتصور أنه وهي طبعا خسرت كثيرا عندما دعمت المرشح كلينتون. نعم. وبالتالي أصبحت الآن بعيدة عن مجال هي التفاوض. هي مو بس دعمتها ماليا ماليا. نعم. وسياسيا وغيرها. وهي المشكلة يعني حتى تصريحات السعوديين بالأيام. نعم. الرئيس ترامب أو. نعم. ترامب الآن. نعم. ينظر بقلق إلى المكان التي أخذها الرئيس أردوغان في القضية السورية وفي الملف. نعم. السوري أو حتى في الشرق الأوسط. وهو يتصور. صحيح. أن الإدارة الأمريكية بضعفها فتحت الباب على مصر أهل الرجل لكي ينشئ مجامع مسلحة. نعم. ينشئ منطقة ما يسمى بالمنطقة الآمنة يهدد أوروبا. نعم. بفتح باب للمهاجرين. نعم. إليه. وبالتالي أنا أتصور أنه التقارب ما بين ترامب وما بين بوتين. نعم. سيحد كثيرا من التدخل التركي في سوريا. نعم. زين دكتور أكو هناك مسألة جدا مهمة يعني الزيارة اللي راح يقوم بها رئيس الوزراء لكن هناك أهم من الزيارة أو ما تتمخض عن هذه الزيارة إلى الولايات المتحدة يعني ما هي الخطوات التي ستقوم بها بريطانيا من أجل نسج علاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة بما يعزز المصالح البريطانية وإذا جاز التعبير ترويض ترامب هو يعني. نعم. ترامب أرسل رسالة إلى بريطانيا بتسمية مرشح جديد. نعم. كسفير للولايات المتحدة لبريطانيا في الولايات المتحدة. نعم. من خلال هذه التسمية يحاول أن يعني
يغير في نمط تعامل الخارجية البريطانية مع قضايا الولايات المتحدة الأمريكية أو مع الملفات، يحاول أن يرسل رسالة تطمين إلى أنه الوضع الجديد سيحتوي هو الإدارة البريطانية، ولكن المشكلة الكبيرة أن بريطانيا ليس من السهل عليها أن تغير سياستها بين ليلة وضحاها، وهي تحاول جاهد الآن أن تحتوي الفريق المقرب إلى الرئيس ترامب لكي يكونوا ضمن يعني نقطة، لكي تكون طروحاتهم ضمن نقاط الالتقاء معه وليس ضمن نقاط التضاد أو الاختلاف. المشكلة الكبيرة الآن ترامب لا يثق بكل السياسات يعني السابقة للإدارة إدارة الرئيس أوباما، وبضمنها يعني تسمية السفراء داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يعتقد أنه يعني فيما لو لم يتحرك بطريقة صحيحة مع تنظيم الوضع في بريطانيا لن يتحرك بطريقة صحيحة لتنظيم الوضع ما باقي الاتحاد. بريطانيا هي البوابة إلى أوروبا. ليست البوابة إلى أوروبا فقط، بريطانيا تمثل واجهة أوروبا أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وهي شريك مهم جدا لا يمكن التخلي عنه، كانت مطابقة للإدارة الأمريكية في كل طروحاتها. ولكن أنا أتصور أن التغيير الكبير الذي حدث في بريطانيا عندما استقالت الحكومة أثر تصويت استفتاء الشعب على الخروج من الاتحاد الأوروبي يعطي ترامب شرعية لكي يعني يتدخل أكثر في تحديد مسار هذه العلاقة. يعني العلاقة أنا بتصور الآن أكو صراع ما بين بريطانيا تريد أن تحتوي ترامب وتطلعاته وطموحاته، وتريد أن تبقي لنفسها نفس الحيز في التأثير في السياسة الأمريكية وكونها شريك معتمد يعني يبتعد عن الاتحاد الأوروبي، لكن بنفس الوقت ترامب هو يريد أن يحتوي التطلعات البريطانية بضرورة الانفصال عن أوروبا. هو يدرك تماما أن عدد كبير غالبية الشعب البريطاني الآن ليسوا مع البقاء مع أوروبا فيما يخص التجارة التي تخسر الولايات المتحدة كثيرا مثل من بقاها ضمن هذه الاتفاقيات، وليس كذلك هي في حلف الناتو الذي يشكل عبء على الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك قضية الأمن الغير المسيطرة عليه في أوروبا تشكل قلق بالنسبة للولايات المتحدة. لأنه أنا باعتقادي أنه عدم استقرار الأوضاع الأمنية في أوروبا سيكون مفتاح إلى عدم الاستقرار الأوضاع الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، يعني قبل نروح الفاصل أسألك سؤال، يعني برقية السفير البريطاني إلى الولايات المتحدة كيم داروش بعث بها بعد فوز ترامب، وقال داروش أن بريطانيا هي الأقدر بين الدول على توجيه السياسة الخارجية للرئيس الجديد وتطوير أفكاره الأكثر تطرفاً. هذا الإجابة دكتور أخذها منك بعد فاصل قصير. سادة المشاهدين فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم مرة أخرى، كما أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية الدكتور رعد الكعبي. يعني كنت أهلا بك، كنت قد سألت قبل الفاصل برقية السفير البريطاني في الولايات المتحدة الذي قال فيها نحن الأقدر بين الدول على توجيه السياسة الخارجية للرئيس الجديد وتطوير أفكار الأكثر تطرفا. الأكثر تطرفا دكتور، واصفا ترامب بأنه قابل للتأثير الخارجي من قبل بريطانيا في حال قررت تيريزا ماي شن هجوم دبلوماسي لكسبه، شنو رأيك؟ يعني لا شك أنه الإدارة البريطانية اليوم ستبذل كل جهودها لتقييم شخصية ترامب وتقييم كيف ستؤثر هذه الشخصية على السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية دولة مؤسسات لديها الكثير من المرتكزات المهمة في السياسة الخارجية، ولديها مصالح مشتركة مع عدد كبير من الدول، وهي تعد بريطانيا شريك مهم وحيوي ولا يمكن التخلي عنه بأي حال من الأحوال لعدة أسباب. يعني هي تحتاج بريطانيا لموقعها في أوروبا، وتحتاج بريطانيا لموقعها العالمي، وبريطانيا جزء من مجلس من العضو دائم في مجلس الأمن فتحتاجه في صراع سياسي مع روسيا. الإدارة البريطانية اليوم
تقيم شخصية ترامب أولا، نعم، وتقيم كيفية احتواء كل تصريحات التي سببت رعبا في أوروبا. نعم. واقع الحال أوروبا مصدومة اليوم من فوز ترامب، نعم، بالأغلبية قياسا للتصريحات الهادئة والدافئة والناعمة التي كانت تطلقت كلينتون. نعم. هي كانت يعني أوروبا مستعدة للتعامل مع كلينتون، وهي اتخذت خطوات للتعامل معها كونها كانت تعتقدها ستفوز في الانتخابات. نعم. ولكنها صدمت من خلال فوز ترامب، وبالتالي هي لا تستطيع أن تترك هذا الرجل، نعم، يتصرف يعني على طريقته في إدارة، نعم، القرار السياسي العالمي، ولكنها لا تحاول أن تجد منافذ للتأثير عليه. نعم. السفير البريطاني اللي موجود في الولايات المتحدة الأمريكية هو المقرب من دوائر القرار السياسي في هناك، وهو يستطيع أن يقيمها يعني بشكل، صحيح، واقعي، ولكن تقييمه مبني يعني على تحديد للمؤشرات ليست من احتكاك مباشر. نعم. فمثل ما هو معروف ترامب لم يكن شخصية سياسية، نعم، ولم يشغل منصبا عسكريا، هو، نعم، رجل يعني اقتصاد. وكذلك ما شوش الصورة أكثر أن ترامب تنقل أكثر من مرة ما بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، نعم، مسألة تقييمه صعبة جدا. وبالتالي أنا أتصور أن الرجل يمتلك شعبية داخل الحزب الجمهوري ويمتلك شعبية داخل الديمقراطيين، وهذا يفقد الفرصة على سفير مثل، نعم، سفير بريطانيا أن يقيمه بطريقة سياسية بطريقة هو حزبية. دكتور يعني وصف أنه قابل للتأثير الخارجي، يعني ما المقصود بالتأثير الخارجي؟ هل يقصد به التأثير البريطاني؟ هل يقصد لا هو، نعم، لا هو يعتقد أن الرجل بسبب تصريحاته وإعجابه بالرئيس بوتين وتصريحاته حول الصين، نعم، وتصريحاته حول الرئيس الأسد، نعم، يعني يستطيع بهذه الطريقة أن يتم التأثير عليه من قبل دوائر سياسية خارجية، نعم، التأثير عليه. ولكن يعني هو على ما يبدو لي يكتب تقييم أولي، وهذا التقييم لن يتحول إلى قرارات يعني ستواجه بها الإدارة الأمريكية لعدة أسباب. السبب الأول أنه مثل هذا التقرير الآن، نعم، يفترض أن ترامب يتصرف على أنه رئيس وهو ليس رئيس. لحد الآن هو فائز بالانتخابات، نعم، لكنه لم يكن رئيسا، هذا شيء. نعم. الشيء الآخر فيما يخص الإدارة الأمريكية، الإدارة الأمريكية لديها يعني مرتكزات حتى تمارس العمل القرار السياسي، نعم، ترامب لن يكون بعيد عن هذه المرتكزات، نعم، وبالتالي هو لن يتصرف بمعزل عن هذه المؤسسات، لكن تحديدا سيكون مؤثرا في حين، نعم، سيكون محدودا، نعم، بنفس الوقت. وهذه هو طريقة إدارة، هذا الشيء. الشيء الآخر الآن يتم التحرك على فريق المستشارين القريبين معه، نعم، بريطانيا تحاول أن تؤثر قبل غيرها على فريق المستشارين، نعم، هي تستفيد من مسألتين. المسألة الأولى أن ترامب يعني كان من المحتفلين، يعني هو اجى لاسكتلندا، نعم، واحتفل بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، نعم، فتعتقد انه بريطانيا قريبه له اكثر من باقي دول الاتحاد الاوروبي لهذا السبب. والسبب الاخر انه ترامب يمتلك يعني مشاريع اقتصاديه كبيره سواء في اسكتلندا او حتى في بريطانيا، نعم، وبالتالي هو لا يمكن ان يضحي عنها ازاء يعني، نعم، سيكون هناك تاثير للقرار السياسي بناء على مشاريع الاقتصادية اللي موجودة هناك. نعم. بريطانيا تحاول أن تستثمر هذه القضيتين للتأثير على الرئيس ترامب لكي تبقى على نفسها كشريك مهم في القرار السياسي العالمي. يعني احنا نبقى أيضا في أمريكا وفي السفارة البريطانية في أمريكا، حيث يقول السفير الدبلوماسية البريطانية بنت علاقات طيبة مع فريق ترامب أكثر من أي بعثات الدبلوماسية الأخرى في واشنطن، ويقول يجب الاستفادة من هذه العلاقات. يعني الحقيقة هنا هذا 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 الطرح فيه شيء من الغموض. يعني دكتور كيف يمكن الاستفادة من هذه العلاقات في هذه الفترة، وخصوصا من العلاقات كانت مع بعثة البريطانية أكثر من باقي البعثات؟ واقع الحال الولايات المتحدة الأمريكية يعني هي دولة اقتصادية قبل ما تكون يعني شيء آخر، وبالتالي أنا أتصور أن الاستثمارات التي توجد لترامب في بريطانيا، نعم، أو في اسكتلندا أو حتى باقي دول الاتحاد الأوروبي ستكون مدعاة لهذه الدول لكي تتقرب إلى الرئيس الأمريكي. نعم. الواقع الحال هم يعني البعثة الدبلوماسية البريطانية اللي أكثر قربا إلى ترامب لعدة أسباب. نعم. السبب الأول أنه ترامب كان من المؤيدين للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي الإدارة الجديدة في بريطانيا هي مقتنعة بهذا الشيء فتكون أقرب له من باقي دول الاتحاد الأوروبي.
هذا الشيء. الشيء الآخر، العامل المهم اللي موجود الآن في أوروبا هو عامل يعني حلف الناتو ودور هذا الحلف في وضع تغير السياسة الأمريكية. حلف الناتو ليست مؤسسة عسكرية فقط، ولكنها مؤسسة عسكرية يعني الولايات المتحدة تحاول أن تستثمرها سياسيا للسيطرة على أوروبا. هذا الشيء، وأنا أتصور أنه بريطانيا اليوم تحاول بطريقة أو بأخرى أن تجد لها منافذ للحوار المنفرد مع ترامب بعيدا عن باقي دول الاتحاد الأوروبي. نعم، يعني لذلك ترى السفير البريطاني يؤكد على أنه علاقاتهم مع الفريق ترامب علاقات قوية. يعني كيف يمكن الاستفادة من هذه العلاقات وتطويرها بحيث تستفيد المملكة المتحدة من السيد ترامب؟ مثل ما قلت لحضرتك، نعم، يعني ترامب يحاول أن يستثمر، نعم، الآن يحاول أن يستثمر الأوضاع الموجودة، يعني أسف على المقاطع، هو لا رجل سياسة ولا إلى علاقة هو بالسياسة، يعني خلفيته، يعني خلفيته اقتصادية، حانات، مراقص، إلى قمار، يعني إلى يعني كيف سيتمكن هذا الرجل يعني في من الخوض في هذه المعارك السياسية والاقتصادية؟ رجل سيستلم يعني زمام أكبر دولة، في أهم دولة في العالم، يكون هنالك سيعمل باتجاهين. الاتجاه الأول يجب عليه أن يحول كل برنامجه الانتخابي إلى يعني إلى عمل مستمر أو إلى برامج عملية يجب أن تنفذ، هذا وفق التزامات أعضاء الجمهور هنالك. نعم، هذا الشيء. الشيء الآخر، هو لديه فريق من المستشارين الذين يعملون بمعيته، الآن يجري التحرك يعني عليهم، دكتور آسف، ولديه مؤسسات الكل، يعني حتى البريطانيين أنت شفت يعني قبل فترة مظاهرات وما قام بيصير اسم من المظاهرات ودعم لهذه التظاهرات، يعني هناك إشكالات حتى على فريق القائم، حتى على فريق السياسي، هناك شخصيات غير مرغوب فيها في الوسط الأمريكي. صحيح. بالإضافة إلى تصريحات النارية بخصوص اللاتينيين وجدار العازل وتجاوز على إيران وتجاوز على العراق، يعني وفي كثير، وأيضا تجاوز حتى على أوروبا، يعني والتصريحات اللي ظهرت مقابل النفط سأحتل، مقابل ما أعرف إيش، يعني لا تعتقد أن هذه الأمور ستتجه يعني إلى اتجاهات ربما أستاذ طالب؟ الكثير من القضايا التي طرحها ترامب قبل فترة كانت هناك تصريحات أنها لن تنفذ على أرض الواقع، يعني هو بدأ يتراجع، وضع الآن 5 أشياء لها أولوية خلال 100 يوم. طبعا بالمناسبة قد يكون موضوع ال 100 يوم يجي من العراق، لأن وراء مرسي هم طبق فشل ذريع في العراق ال 100 يوم، وبعدين فشل في مصر، ويبدو لي هم راح يفشل في الولايات المتحدة الأمريكية. هسه ليش يعتمدون هذا ال 100 يوم ما حد يدري. الرئيس ترامب وضع 100 يوم، وضع 5 ملفات مهمة في خلال هذه ال 100 يوم، بعض هذه الملفات تعنى بالداخل وبعضها تعنى في الخارج، لكن الموضوع المهم فيها موضوع الأمن، وكيف يمكن أن يحقق. طبعا الهاجس الكبير الذي يواجه أوروبا منفردة، ويواجه الولايات المتحدة منفردة، ويواجه تركيا، ويواجه العراق، ويواجه الجميع، هو قضية الأمن. كيف سيتعامل الرئيس ترامب مع موضوع الأمن؟ هنالك انتقادات واسعة كانت لإدارة الرئيس أوباما بأنها كانت غير حازمة في التعامل مع موضوع الأمن، تصنيف المجاميع الإرهابية، مراقبة المجاميع الإرهابية، تعديل بعض القوانين اللي تتعلق فيما يخص مراقبة المجرمين ومحاكمتهم وأداهم. يعني هو الرجل حتى قال سأسمح بالتعذيب في السجون، وهذه كانت مفارقة، صدمة كبيرة للرأي العام الأمريكي وحتى الرأي العام العالمي. المشكلة الكبيرة التي تواجه ترامب اليوم، كيف سيمكن في ظل وجود قوانين ومؤسسات دولية ضاغطة، كيف سيمكن أن ينفذ برنامجه الانتخابي؟ في أوروبا ستواجهه مشكلة، هنالك منظومة قانونية ومنظومة سياسية ومنظومة أخلاقية تنظم العمل والعلاقات، كيف سيمكن أن يخترق هذه المنظومة؟ وهو حتى الاختراق له يجب أن يكون هذا الاختراق قانوني ومبرر دستوري، أي يعني كيف له أن يقنع دول مؤسسات أوروبا؟ أي دول مؤسسات أوروبا تحاول أن تضغط باتجاه انه حلف الناتو له ضروره، وبالتالي تريد ان تستفهم منه
حول طريقة يعني تطبيق مبادئها. طبعا فرنسا قاد هذا الأمر. نعم. تطبيق ما طرحه في فيما يخص روسيا. نعم. كيف سيكون شكل التعالفات الجديدة. نعم. الأوروبية ما بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمعزل عن بريطانيا. نعم. مع شكل التعاملات مع روسيا. نعم. بريطانيا ليست لديها قلق أزاء قلق كبير جدا أزاء روسيا، لديها قلق أزاء أنه الرئيس ترامب قد ما يعتبرها شريك مهم. يعني وهذا دكتور آسف المقاطعة، يعني بريطانيا عندها قلق على مسألة البحر الأسود، على التجارة، يعني الهجرة واللجوء الهجرة إلى أوروبا. هذه يعني هذه ملفات بريطانيا تراها فيها تنظر بعيون ثاقبة حول الملف الأوكراني. أستاذ طالب، نعم. هذه ملفات عالقة ما بين، نعم، كل أوروبا وما بين الولايات المتحدة، لكن هنالك ملفات خاصة. يعني رئيسة الوزراء عندما تقول علاقتنا مع الولايات المتحدة خاصة ومستمرة، صحيح، معنى كلمة خاصة أنه لديها ملفات تتعلق بها. نعم. هي كبريطانيا هنالك يجب أن لا ننسى أن هنالك استثمارات برؤوس أموال كبيرة جدا لترامب في اسكتلندا، صحيح، وحتى في بريطانيا وحتى في باقي دول أوروبا. نعم. مثل هذه الاستثمارات يعني هو لا يستطيع أن يتجاوزها عندما يتخذ قرارات سياسية فيها جانب من العقوبة لهذه الدول. نعم. هو سينظر للأمور بمنظارين، بمنظار سياسي ومنظار اقتصادي. نعم. وهو كل القضايا الأخرى، حتى القضايا الأمن، قضايا الهجرة غير الشرعية. نعم. قضايا اللجوء سيقوم بوضعها في أطر سياسية وفي أطر اقتصادية. نعم. يعني حتى تصريحات حول المسلمين، يعني تتصور هو يستطيع أن يحارب الآن 57 دولة مسلمة؟ لا، أكثر من ثلث العالم يعني هم أحد مسلمين. مستشاري هو مسلم. أي نعم. حتى أحد مستشاري مسلم. نعم. ولكنه عندما أطلق مثل هذه التصريحات، مسألة إطلاقها في الحملة الانتخابية شيء. نعم. وتنفيذها على أرض على الواقع عربي. شيء آخر. يعني دكتور، قد تخضع للتعديلات. نعم. لكنها لن يتخلى عنها. يعني ما تعتقد أنه الملفات اللي بيد البريطانيين أو الخارجية البريطانية على إترام مثلا في قضايا النيتو، قضايا إيران، روسيا، الهجرة، بما يساعد المملكة على استثمار فوزه؟ يعني أنا أتصور أنه الكثير من الملفات والقضايا اللي تحدثت بها حضرتك. نعم. هو يعني حتى إذا فاز في الانتخابات ليس له مبرر حتى يلغي جميع التعاملات الأمريكية السابقة. نعم. ولكنه سيبدأ معها بالتعامل معها بالتدريج على مراحل. نعم. المرحلة الأولى مدى تأثير الإبقاء على هذه التعاملات الأمريكية زي هذه الملفات. نعم. على السياسة الخارجية الأمريكية وعلى المصالح الأمريكية. نعم. المسألة الأخرى يعني هذا إذا فيما لو أحدث تغيرا كبيرا جدا. نعم. في السياسة الأمريكية، باقي الدول إلى أي مدى ستوافقه على مثل هذا التغيير؟ هنالك القرار الذي اتخذه الرئيس أوباما لم يكن منفردا بشأن التعامل مع إيران. نعم. وبالتالي هو لا يستطيع الآن ترامب أن يلغي هذا الاتفاق من ناحيته. هو مو اتفاق. نعم. فردي ما بين الولايات المتحدة. نعم. وما بين الجمهورية الإسلامية يعني في إيران. لا، اتفاق واحد. نعم. اتفاق دول تمثل أوروبا وبرعاية روسية وصينية. نعم. هنالك إشراف دولي حتى يعني من خارج أوروبا. نعم. على هذا الاتفاق، وبالتالي هو لا يستطيع أن يلغي بين ليلة وضحاها، ولكنه يستطيع أن يعدله. نعم. يستطيع أن يوقف بعض الإجراءات. نعم. لكن المشكلة الكبيرة التي واجهه باعتقادي ليست. صحيح. بالتعامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران أو مع في سوريا، مشكلته. نعم. في التعامل مع روسيا وفي التعامل. نعم. مع أوروبا. في أوروبا، أوروبا هنالك محددات وضوابط ومعايير لطريقة التعامل، وهذه مع روسيا ومع الصين، وهذه الضوابط. نعم. كانت محترمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا، وكانت وترتبت عليها إجراءات فنية. نعم. وإجراءات اقتصادية وإجراءات. نعم. سياسية. نعم. هذه الإجراءات لا يمكن أن تلغى بين ليلة وضحاها، وبالتالي. نعم. أنا أتصور أنه الآن يجري حوار. نعم. مع الفريق المقرب لترامب لكي. صحيح. يستفهم منهم أولا عن شكل التعاملات الأمريكية الجديدة. صحيح. ويستفهم منهم ثانيا عن وضع أوروبا في. نعم. هذه التعاملات الجديدة. نعم. وبالتالي أنا أتصور أنه قبل مجيء وصول ترامب إلى البيت الأبيض سيكون الاتفاق على الكثير من القضايا. نعم. أنا طبعا أخليك ترتاح وروح الفاصل قصير، نرجع بعد نكمل. سادة المشاهدين، فاصل لا تذهبوا بعيدا.
أهلا بكم مرة أخرى، كما أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية بالصوت والصورة الدكتور رعد الكعبي. يعني دكتور، كيف نفهم تقارب ترامب من الرئيس الروسي على استراتيجية مكافحة الإرهاب والسياسة تجاه روسيا، موقف ترامب من المسلمين والمهاجرين والاتفاق على النووي الإيراني؟ يعني مشكلة بريطانيا، روسيا والنووي الإيراني، وكذلك الرئيس بشار الأسد، كيف تقرأ هذه الملفات؟ الإدارة الأمريكية قبل فترة كانت لديها في عهد الرئيس أوباما كانت لديها الكثير من نقاط الخلاف مع الإدارة الروسية، وحاولت في فترة لاحقة أن تنشئ ما يسمى بإعادة ترتيب العلاقات، وإن كان إعادة ترتيب العلاقات مع روسيا. الروس يعتقدون أنه المرحلة التاريخية الأسوأ في ظل علاقتهم مع أمريكا مرت في عهد الرئيس أوباما، يعني خصوصا في الفترة الأخيرة كانت هناك حتى تصعيد كبير جدا، حاولت إدارة الرئيس أوباما تنتقد التدخل الروسي في سوريا وحتى في بعض القضايا الداخلية التي تعنى بها بسوريا. بروسيا هي تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية لديها ملاحظات كثيرة حول الرئيس بوتين، ولكن المفارقة الكبيرة أنه الفائز بالانتخابات هو معجب بشخصية بوتين. طبعا هذا الإعجاب يأتي من قضيتين، الرجل بطبعة يعني كان في بداية حياته هو مصارع، وبالتالي يعجب بالشخصيات القوية، هذا شيء. الشيء الآخر هو لا يمتلك خلفية سياسية، يعني هو على فقط اقتصادي على عكس بوتين، لا يمتلك خلفية سياسية، وبالتالي أنا أتصور أطلاق مثل هذه التصريحات في لحظة كانت محاولة منه لتأكيد شخصيته تأكيد شخصيته، ولكنها لن تكون منهاج عمل سياسي يسير عليه. هو يعتقد أن بوتين يعني حقق الكثير من الإنجازات، من الإنجازات للروس، يعني حتى العرب يسمونه أبو علي بوتين. ويعتقد أن هذه الانتصار الإنجازات التي حققها ليس بسبب البنية النظام القوية، وإنما إلى الشخصية القوية للرئيس بوتين، وبالتالي فهو معجب به كثيرا. طبعا مثل هذا الإعجاب سيذوب الكثير من نقاط الخلاف ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، ولكنه لن ينهي جميع نقاط الخلاف ما بينهما، لأن مثل ما هو معروف هنالك مصالح للولايات المتحدة الأمريكية. هذه المصالح من يشخصها هو الفريق العمل الذي يحيط بالرئيس في الغالب، والمؤسسات اللي موجودة هناك، وهذه المؤسسات ستكون بمثابة كوابح تحد من تطلعات الرئيس ترامب للانفتاح أكثر على روسيا. يعني أكو مسألة دكتور كلش مهمة، أنا يعني من خلال قراءاتي يعني شفت أنه أكو هناك استنفار أوروبي على مستوى وزراء الخارجية، يعني أوروبا دايخة، الكل أوروبا اليوم يعني مو دايخة، أوروبا اليوم مرعوبة أساسا من مجيء. ليه؟ شنو المشكلة؟ وين المشكلة الكبيرة؟ يعني عفوا في الأسف المقاطعة، يعني الرجل لا راح يمكن يتصرف بكيفه، لأنه هناك كونغرس وهناك أكثر من، بعدين أمريكا دولة مؤسسات، يعني مؤسسات يعني ضاغطة. نعم، يعني ما ممكن أنه كل ما يصرح بترامب دستور وختم. يعني هو الرجل كانت الكثير من تصريحاته فيها الكثير من الخروج عن ثوابت ثوابت السياسة الأمريكية سواء في الداخل أو في الخارج. عندما نادى بأنه سيكون هنالك سيسمح بالتعذيب الموقوفين، وسيقوم بطرد جماعي للمهاجرين غير الشرعيين من بعض الولايات، وبعض الولايات رفضت هذا، وسيحيل سيشكل محكمة خاصة أو ادعاء عام خاص بمحاكمة كلينتون. هو تراجع الكثير عن هذه الآراء. هذه الآراء شكلت صدمة بعدة مستويات. لم يكن هنالك في خطاب الرئيس المرشحين للانتخابات مثل هذه الأفكار الصادمة والعنيفة. هذا شيء. الشيء الآخر، الجميع يعرف أنه التصريحات المرشحين في الانتخابات ستتحول إلى برامج عمل. فأوروبا قلق اليوم من الطريقة التي سيدير بها ترامب السياسة الخارجية الأمريكية، لسبب واحد، هي تدرك أنها ما زالت يعني ليست شريك بموازاة الولايات المتحدة، وإنما هي تابعة للولايات المتحدة، وبالتالي الولايات المتحدة هي صاحبة القرار الأخير، وهي والولايات المتحدة بالمناسبة هي مسؤولة عن حماية أوروبا، وهي مسؤولة عن حماية الكثير من الدول. وأزاع كل ذلك ترامب الرجل الاقتصادي، قال أنا لن أفرض حماية مجانية، لن أقبل على حماية مجانية. يعني هسه الرجل قال لن أقبل حماية مجانية، خو ماكو فرق.
اي لا يعني بس اكو مصالح واكو رتب واكو علاقات بس مثل هذا التصريح مثل هذا التصريح ينسف الكثير من التطلعات لدى الاوروبيين اولا ويهز قناعتهم بالشراكه اللي موجوده مع الاداره الامريكيه ثانيا ويشكل عندهم قلق او خوف انه لاحقا ستكون اوروبا بمعزل عن الحماية الأمريكية وبالتالي يفتح الباب للروس لكي يتدخلوا. يعني دكتور الحقيقة احنا عندنا أسئلة كثيرة لكن راح نختصرها بأسئلة. يعني برأيك قبل أيام كان اجتماع طارئ لوزراء الخارجية الاتحاد الأوروبي للتباحث حول سياسة ترامب لا سيما تجاه روسيا وإيران، يعني ما درينا السفير البريطاني لم يحضر هذا الاجتماع، يعني كيف تقرأ عدم حضور وزير الخارجية جونسون؟ يعني الكثير يعني الآن الكثير من الاجتماعات أو الكثير من اللجان أو الكذا تقاطع في الاتحاد الأوروبي، تقاطع من قبل بريطانيا لأن بريطانيا انسحبت من الاتحاد الأوروبي، ولكنها أبقت على تمثيل محدود في المشاركة في الاتحاد الأوروبي. هي تعتقد أنه يعني هل بسبب وجودها في وجود الاتحاد السفير البريطاني في الولايات المتحدة والعلاقة وجودها الخاصة؟ وجودها في الاتحاد الأوروبي على ما يبدو لي بدأ يسبب لها خسائر كثيرة، خسائر اقتصادية وخسائر سياسية. وبالمناسبة جزء من اعتراض ترامب على بقاء الولايات المتحدة الأمريكية في عدد من الاتفاقات التجارية أنها تسبب خسائر للاقتصاد الأمريكي، وهذا يتراجع حتى على مستوى العمالة وغيرها، وجور المرتبات العاملين وكذا. أنا أتصور أنه عدم وجود التمثيل السياسي البريطاني في هذا يرسل في هذا الاجتماع يرسل رسالة إلى ترامب أنه نريد أن نتفاوض معك بشكل مباشر بعيدا عن أوروبا وتأثيراتها. يعني دكتور هناك جملة أسئلة سريعة لو سمحت، يعني ما هو مدى فهمك أو رؤيتك للطرح الروسي أو الإصرار الروسي لتدخل إيران في ملف سوريا؟ يعني كيف سيكون رد السيد؟ لا هو ترامب لم يتحدث عن التدخل الإيراني اللي موجود في سوريا. لا أنا قصدي الروس يعتمدون على الإيرانيين في على تدخل إيراني في السوري في الملف السوري. يعني برأيك هل تعتقد إنه ترامب ستكون طبعاً له وقفة بهذا الجانب؟ طبعا واحدة ترامب واحدة من المؤشرات التي ممكن أن يشتغل عليها في سياسة الخارجية تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران أنه ضرورة تحجيم دورها في سوريا، ولكنه يدرك على أرض الواقع أن دور الجمهورية الإسلامية في إيران في التأثير على ملفات الشرق الأوسط دور مهم بسبب ثقلها السياسي وثقلها الاقتصادي، وبالتالي هو لا يستطيع أن يغامر لمنعهم من التدخل فيها، يعني من التدخل الإيجابي في هذه الدول، ولكنه سيعتبرها وسيلة للضغط على روسيا لكي يخفف الكثير من نقاط الخلاف اللي موجودة مع روسيا. يعني برأيك الإيرانيون لم يتلقوا أي رسالة خلال هذه الفترة من قبل المرشح أو الفائز الديمقراطي؟ يعني هو هم لم يعلنوا صراحة عن وجود مثل هذه الرسائل، ولكن هم كأي دولة أخرى على ما يبدو لي يحاولون أن يترقبون كيف سيكون عليه شكل الإدارة الأمريكية السياسة الأمريكية الجديدة، وعلى ما يبدو لي يعني هنالك لديهم مجسات للتأثير على الفريق المقرب من ترامب. هذه المجسات قد تتمثل في لقاءات أو حوارات أو مفاوضات، خصوصا أن بعض هؤلاء هم عرب، يعني مثل المستشار السياسي هو لبناني. صحيح. ولكن المشكلة الكبيرة التي تواجه مثل هذه اللقاءات انها يعني معمم ايران معمم لبناني، ما اعتقد قد لا تؤثر كثيرا حول العلاقه ما بين الولايات المتحده الامريكيه والجمهوريه الاسلاميه في ايران بسبب انه تعقيدات الملف النووي وما مرتبط به. بخصوص الصفقه التاريخيه بسرعه دكتور في اقل من دقيقه، الصفقه التاريخيه بين الفلسطينيين والصهاينه. يعني أنا أتصور أنه ترامب لم يتحرك على هذه القضية بشكل جدي، هنالك ما يشبه اليأس من خلال تصريحات فريق المستشارين القريبين عليه. حتى قضية الدولتين هو واحد من المستشارين قال أصبحت من الماضي. أنا أتصور أن هذا الموضوع سيتركه إلى مجلس الأمن أو الأمم المتحدة لحسمه. يعني ملف نصح أوباما إلى ترامب بخصوص الشرق الأوسط كيف تقرأها؟ أنا أتصور يعني أنه وصول الرئيس ترامب سيعمل على تغيير كثير من القناعات اللي موجودة لدى الساسة اللي موجودين في أوروبا وفي الدول العربية، وهنالك توجس من القادة العرب أو حتى
القادة الأوروبيين من وصول ترامب، ولكنهم في كل حال يعني يجب أن يجدوا منافذ للحوار مع الرجل أو الالتقاء مع الرجل، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية دولة ليس من السهل تجاوزها في السياسة العالمية. وأنا أشكرك شكر جزيل دكتور على حسن الطرح وهذه الفترة التي قضيناها بتصريحات حضرتك وأطروحاتك الرائعة. وفي الختام تقبلوا شكري وتقديري أنا في الإعداد والتقديم طالب الشوكة، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. حتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.